يعني بصوا كده يا جماعه حضراتكم، ركزوا معايا يا النبي، ركزوا قوي قوي. يعني كده الاهلي هيلاعب كل هيلاعب الزمالك بسموحه، ومصر المقاصه مرتين، وبيراميدز ثلاث مرات بالصفقات الجديده. الصفقات الجديده يعني فرقه جديده. ده كلام في كده يا جماعه؟ في كده في الدنيا؟ في كده في الدنيا؟ انت كل الصفقات يعني كل الصفقات كده تلعب بالصفقات الجديده، تلعب يعني تلعب ست ماتشات وتلعب بيت الدوري بفريق ثاني خالص؟ يعني طبعا يعني انا مش عارف على اي اساس الماتشات اللي هي السته اللي لجنه المسابقات اختارتهم ان هم دول يبقى الاهلي. انت على اي اساس؟ هل بترتيب ابجدي ولا ترتيب المباريات ولا ترتيب ايه بالظبط؟ انا مش لاقي اي ترتيب. انت كده حد بادي نقيتهم يعني، يعني انا مش عارف. والحاج عامر برضو يعني ما يعني انا راجل هو محترم بحترمه، اه يعني هو خرج علينا تصريح غريب كده يمكن مع زميلنا بالمعطي الزكي. تعالوا نشوف التصريح ونرجع له تاني. اتفضل. يقول لك احنا الاهلي بيلعب الفرق الضعيفه، الفرق الضعيفه هجوم المستقبل، كسب الاتحاد وكسب الزمالك، كسب الجيش، كسب سموحه، كسب الاسماعيلي. اه المقاولين واخد ست نقط في اخر مباراتين، سبعه في اخر ثلاث مباريات، 15 ولا 16 مع عماد اللي حصل سبعه. كل الانديه شبه بعض، مين هيحسبها كده؟ مين دي؟ يعني مين اللي قاعد عشان يحسبها ده هيجيب وده ما يجيبش؟ مين اللي يقول ان النادي ده ضعيف والنادي ده قوي؟ بصراحه يعني هو طبعا مداخله جميله لزميلنا استاذ ابو المعاطي، يمكن بس انا عايز اقول حاجه يعني 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 كلام بجد كلام كوميدي. يعني انت يعني ايه اللي اصل النجوم كسب الزمالك وبتروجيت تتعادل، هو هي والنجوم مش كان ده ده كلام يا جماعه؟ يعني ده ما ينفعش الكلام ده، الكلام ده لا يتقال في اي حته ثانيه غير في لجنه المسابقات وغير في اتحاد كوره غير في مسابقه محترمه. يتقال في دائره مدنيه، يتقال على القهوه، لكن ما يتقالش. ما ينفعش ان انا اختار ماتشات ولما اختارها بمزاجي ارجع اقول اصل دي ده ما هو النجوم دي كسبت الزمالك. طب كده ما فيش جدول بقى. يعني انت انا بس نفسي حد والله العظيم انا ما بهزر، نفسي حد كده يطلع يقول لنا على اي اساس الماتشات دي اخترت. يعني انت بتعمل ايه؟ يعني انت ازاي يا جماعه ان انت بتختار ماتشات وخلاص وتأجل الصعب والمهم لبعد كده، ويرجع تقول لك طب ما المقاولين مش عارف كسب مين والمقاولين كسب الزمالك. يعني لا، انا شايف ان مفيش عدل، والعدل اساس الملك يا حاج عامر. يعني في حاجات غريبه كده غير مفهومه يعني بجد. يعني يعني انا مش فاهم ايه الرد على سر جدول ترتيب مجريات الاهلي. يعني كابتن عامر المفترض انه بيحكم بعداله، تحكم بعداله مستقبل مباراه الانديه المصريه. يعني يعني مش شايف إيه على اي اساس. يعني هل مثلا المباراه بتقام وفقا للمباريات المؤجله كل اسبوع على الترتيب؟ طب ولا بتتم بشكل تصاعدي للاهلي مثلا؟ يعني يبدا مثلا من فرقه القاع للقمه ولا يعمل ايه بالظبط؟ ولا بشكل تدريجي لمساعده الاهلي؟ ولا يعني انا شايف ان الاجنده اللي اتعملت دي وش كده زي ما بيقولوا دي بتساعد النادي الاهلي قولا واحدا. يعني يعني هي دي بتساعد النادي الاهلي. يعني انا الناس مش عايز الناس تزعل مني وتقول متعصب على الكلام ده، بس حد لو حد عنده تفسير تاني يقوله. اشمعنى طب ما خدتش بيراميدز يا راجل اللي هتلعب بيراميدز ثلاث مرات؟ طب ما خد منهم ماتش في ديسمبر ولا ثلاثه تخليهم بعد تظبيط الفرقه رمضان صبحي على مش عارف مين على مين على مين. انا بصراحه لا يعني مش شايف امر منطقي للي بيحصل ده. ويمكن يعني يعني حتى مشي معانا في الخطوه دي. يعني يمكن النهارده قريت بوست او تويتر لزميلنا خالد طلعت يعني بينتقد فيها الموضوع ده بشكل واضح، بيتكلم فيه بشكل واضح. وبعدين المفروض خالد طلعت يفهم دي لعبته الترتيب والجداول. اذا كان هو مش فاهم احنا هنفهم. عموما زميلنا صديقنا الاستاذ خالد طلعت منع التليفون، نفهم منه ايه اللي فهمه لغايه دلوقتي. اتفضل يا استاذ خالد. ازاي حضرتك؟